السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في جولة صحفية جديدة نرسل من خلالها أهم أخبار الصحف المحلية. نبدأ مع صحيفة الوطن ونقرأ أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه أكد بأن جميع رياضيي شباب الوطن رفعوا راية المملكة عاليا في جميع المحافل الرياضية. جاء ذلك لدى استقبال جلالته حفظه الله ورعاه يوم أمس في قصر الصفرية بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أفراد فريق الحرس الملكي بمناسبة فوزه بلقب بطولة رويال رامبلز للملاكمة والتي أقيمت منافساتها مؤخراً. ومن صحيفة البلاد نستعرض معكم مشاهدينا أبرز ما جاء في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وفي الشأن الرياضي نطالع من صحيفة أخبار الخليج أن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أكد على أهمية إكمال كافة النواحي التنظيمية والتجهيزات الخاصة باستضافة جولة دي بي دي وورد العالمية للغولف والتي ستقام برعاية كريمة من صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه خلال الفترة من الأول إلى الرابع من فبراير 2024 بالنادي الملكي للغولف. جاء ذلك خلال استقبال سموه شركاء التنظيم للاطلاع على آخر التحضيرات التي تقوم بها جميع الجهات الشريكة في تنظيم استضافة الجولة العالمية وما وصلت إليه كافة الترتيبات بهدف إكمال جميع متطلبات الاستضافة بأفضل صورة. ومن صحيفة الوطن نقرأ أن الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أكد حرص مملكة البحرين على مد جسور التعاون الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات بما يسهم في نقل المعارف وتطوير النظم وتبادل الخبرات والتقنيات. جاء ذلك لدى لقائه بحضور سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، رئيس هيئة التخطيط المكاني والتعمير في الجمهورية السلوفاكية الصديقة مارتن هيبكي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى مملكة البحرين، مشيرا إلى أن هذه الزيارة ستشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة التخطيط المكاني والتعمير السلوفاكية ووزارة البلديات بهدف دعم وتطوير التعاون الثنائي في التنمية الحضرية وقوانين البناء والتعمير. ومن صحيفة البلاد نقرأ بأن المحافظة الجنوبية بالتعاون مع الجهات الحكومية وشركة ألبا أطلقت حملة تنظيف البر تحت عنوان نحافظ على برنا ضمن إطار أهداف المحافظة على البيئة والحياة الفطرية في مناطق البر بحضور ودعم من سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية. وبهذه المناسبة أكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية على أهمية إطلاق مثل هذه المبادرات بشكل مستمر بهدف تحقيق بيئة صحية آمنة ونظيفة وتوعية المخيمين ومرتدي البر بأهمية الحفاظ على بيئتهم.
ومن صحيفة الأيام نقرأ أن معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أكد حرص مملكة البحرين على دعم مسيرة المجلس العربي للتخصصات الصحية بالتوازي مع جهودها نحو تعزيز التعليم الطبي والخدمات الصحية. جاء ذلك خلال استقبال معاليه الأمين العام للمجلس العربي للتخصصات الطبية الدكتور عمر الرواس وبحضور الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة. وتم خلال اللقاء بحث مجالات تعزيز التعاون الثنائي بين المجلس العربي للاختصاصات الصحية والمجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية بما يخدم التطلعات المشتركة. ومن صحيفة الأيام نقرأ أن السلطة التشريعية عقدت اجتماعاً مشتركاً مع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية للاطلاع على الأمور المتعلقة بالشؤون الخارجية لمملكة البحرين، وذلك ضمن الاهتمام المشترك والتعاون البناء بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وأشار وزير الخارجية خلال الاجتماع على أن مملكة البحرين حريصة على التفاعل مع القضايا الدولية الراهنة إقليمياً ودولياً، وهي شريك مهم في الجهود الدولية الهادفة إلى إحلال السلم والأمن وتعزيز الاستقرار في دول العالم كافة، مؤكدا أن مملكة البحرين ترفض تهديد حرية الملاحة الدولية. نشرت صحيفة الأيام أنه برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني شارك وفد بحريني يضم عددا من الوزراء والرؤساء التنفيذيين في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، والتي ستستمر حتى 19 من يناير تحت عنوان إعادة بناء الثقة بمشاركة عدد من القيادات العالمية. وسيشمل المنتدى اجتماعات عمل وجلسات حوارية معدة للتركيز على أجندة المنتدى لهذا العام، والتي تشمل عددا من القضايا المركزية التي يتوقع أن تدفع مستقبل الاقتصادات العالمية للتعامل مع مسائل الأمن لصالح الجميع. بيانات صحيفة الوطن أنه بحضور سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام أقيم بالصالة الثقافية حفل ختام وأعلان الفائزين بجائزة المواهب الإعلامية 2023 بمشاركة عدد من المسؤولين ومنتسبي قطاع الصحافة والإعلام والمهتمين في مملكة البحرين. وخلال حفل الختام أكد سعادته بأن الجائزة وما صاحبها من برامج تدريبية مكثفة كشفت العديد من المواهب الإعلامية الواعدة والمتميزة التي تزخر بها مملكة البحرين، والتي يؤمل أن تسهم بدورها في تطوير المشهد الإعلامي في مملكة البحرين. نشرت صحيفة أخبار الخليج أن المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة وكيل شؤون البلديات في وزارة شؤون البلديات والزراعة افتتح حديقة المعامير، وذلك بحضور الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وعدد من المسؤولين. وأكد وكيل شؤون البلديات أن الوزارة ماضية في تطوير منظومة المرافق العامة والخدمات بما يحقق التطلعات المنشودة، مشيرا إلى أن حديقة المعامير تقع ضمن سلسلة من المشاريع التجميلية والترفيهية لخدمة أهالي العاصمة، والتي انتهت شؤون البلديات بالتعاون مع شركة بابكو للتكرير من إعادة تأهيلها وتطويرها. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه.